أهلا بكم من جديد. تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قامت سفيرة الأمم المتحدة للسلام ورئيس المدينة العالمية للخدمات الإنسانية سمو الأميرة هيا بنت الحسين حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بافتتاح الدورة العاشرة من مؤتمر ومعرض دبي العالمي للإغاثة والتطوير بهاد، والذي يقام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. رافق سموها كل من علي الشيخ لبنى القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي وسعادة إبراهيم بوملح مستشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم للشؤون الثقافية والإنسانية ونائب رئيس مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للأعمال الخيرية ورئيس مجلس إدارة اللجنة العليا لمؤتمر دهاد رئيس ديساب، وسعادة أحمد حميد المزروعي رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر الإماراتي، وسعادة أنطونيو غوتيريس المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وعدد من الشخصيات المحلية والعالمية. تبنى مؤتمر دهاد لهذا العام شعار بناء الشراكات الفاعلة والمستدامة خلال أنشطة الإغاثة والتطوير، حيث يناقش المؤتمر لهذا العام أبرز المواضيع التي تتعلق بتعزيز الشراكات في البحوث التي تتعلق بالقضايا الإنسانية الحرجة وقضايا التنمية. واستهلت سمو الأميرة هيا حفل الافتتاح بكلمة قالت فيها: إن مؤتمر ومعرض دهاد يساهم في تشجيع الحوار بين المجتمعات في المناطق المختلفة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات المتبعة. وأضافت سموها أن تعدد جنسيات المانحين هو خير دليل على أهمية التعاون الدولي، وعلينا أن نعرف كيف نعمل بروح الفريق الواحد وكشركاء أيضا، وهذا هو بالتحديد المحور الرئيسي الذي سيتم تسليط الضوء عليه خلال المؤتمر. But helping others is not just a matter of culture and religion. It's integral to the social structure, and it can be a matter of survival in a desert climate. I wish you all a productive conference and a pleasant stay in Dubai. محمد بن راشد المكتوم للشؤون الثقافية. فيما أكد سعادة أحمد حميد المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في كلمته أن مؤتمر دهاد أصبح منبرا حيويا لإطلاق المبادرات الخلاقة لصون الكرامة الإنسانية، وعلامة فارقة في تعزيز مسيرة العمل الإنساني والإغاثي عالميا، كونها تناقش قضية جوهرية تتعلق ببناء شراكات مستدامة بين منظماتنا تراعي متطلبات الساحة الإنسانية الدولية. حيويا لإطلاق المبادرات الخلاقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جانبه أشار سعادة إبراهيم بوملح أن مؤتمر ومعرض دهاد الذي نجح خلال 10 أعوام مضت بجمع أبرز المنظمات والهيئات العالمية المتخصصة في مجال العمل الإنساني تحت سقف واحد للعمل معا من أجل دعم المجتمعات وتقديم كافة أنواع المساعدات اللوجستية التقنية اللازمة، وأن هناك العديد من المنظمات التي تقوم حاليا بإنشاء ودعم الأقسام التابعة لها، والتي تتفاعل بشكل حصري مع تطوير الشراكات بين الأفراد، بالإضافة إلى إعادة هيكلتها لتقوم على أساس تفعيل الاشتراكات الاستراتيجية. كما أكد سعادة أنطونيوس غوتيريس خلال الحفل أنه منذ إنشائه قبل 10 سنوات أصبح معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير حدثا ذو أهمية عالمية لا يمكن لأي من الأهداف الإنسانية والتنموية الكبرى، سواء كانت من أجل القضايا على الفقر وتعزيز التعليم والرعاية الصحية وإعادة بناء المجتمعات التي دمرتها الحروب، أو مساعدة ضحايا الأزمات الإنسانية أن تتحقق بمعزل عن الأخرى. وقد تفقدت سمو الأميرة هيا بنت الحسين عددا من الأجنحة في المعرض، حيث يشارك في المعرض أكثر من 275 مؤسسة وشركة عارضة يمثلون القطاع الحكومي والخاص وهيئات التبرعات والقطاع الصحي ومزودي الأدوات والمساعدات الطبية والمستشفيات المتنقلة.
كما يحاضر في المؤتمر 50 متحدث وخبير في قطاع الإغاثة والتطوير، ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 73 ألف زائر ومشارك. Thank you.